عليه الكورونا مرة أخرى والأعراض. والحقيقة إن إحنا يعني عندنا رعب مستمر من الأعراض بالذات بالنسبة للأطفال وأيضا بالنسبة للكبار. مين معانا دكتور؟ طيب معي على عبر زوم دكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بكلية طب جامعة القاهرة. دكتور مساء الخير. أهلا، مساء النور يا فندم. يعني إحنا دلوقتي رجعنا تاني نقول، يعني إحنا بنسمع إنه المستشفيات أصبح لها أقسام عزل للأطفال، هل موضوع الأطفال ده بيتطور لدرجة مستشفى؟ طبعا يا فندم، الأطفال زيهم زي الكبار. في الموجة الأولى كانت الأطفال اعتقد في الأول يعني إن هما ممكن ما يحيوش بيها، واتحطت نظريات ليها، لكن حقيقة الأمر الأطفال كانوا بيصابوا في الموجة الأولى، والموجة الثانية دي أشد في الأعداد زي ما حضرتك عارفة وزي ما حضرتك بتقولي، الأعداد مهولة في العالم كله وإحنا مش استثناء عن العالم، الحالات كتير جدا جدا، والأطفال زيهم زي الكبار، يمكن أقل شدة شوية، لكن لأ، في أطفال بيتعبوا، في أطفال بيموتوا وهيموتوا، المرض ممكن له مضاعفات. ما بنخوفش الناس، بس بنقول الكلام ده عشان يحاولوا على قدر الإمكان ناخد الحذر بتاعه. حضرتك يعني بتقولي إن في أطفال بيموتوا وهيموتوا، هل يعني حصل وفيات ما بين أطفال سواء في مصر أو في العالم؟ أكيد يا فندم حصل في العالم، في ريبورتنج. إحنا في مصر عندنا بعافية شوية في الريبورتنج في أي حاجة، يعني أي إحصائيات ما بنقدرش نكون متأكدين منها تماما. في دول متقدمة البنية بقى بتاعتها والريبورتنج وكده موضوع روتيني عندهم. لكن لو حضرتك قلت لي قول لي مثلا أعداد أطفال تدهورت أو ما، لا، ما فيش حد هيقدر يدي لحضرتك أرقام، وأي أرقام بتتقال هي طبعا اجتهادات، يعني ما فيش. على فكرة عشان برضو وزارة الصحة والأرقام اللي بتقولها والناس اللي بتهاجم الوزارة، يا أخوانا الموضوع عشان نبسطه، أنت مش هتلاقي أعداد كبيرة طول ما بتعملش تحاليل كتير. طبعاً. في صياد بيرمي شبكة جمع 500 سمكة بيقول أنا لقيت 500 سمكة، لكن البحر مليان والبلد زي البحر مليان، لكن اللي الوزارة بتقوله هو ما تأكدت منه من اللي اتعمل له تحاليل. كتر خيرها، مش هتقدر تقول أكتر من كده. هل الأعراض دلوقتي احنا بنتكلم على فيروس جديد أو على فيروس متحور، ما احناش عارفين أصلا دخل مصر ولا لأ، هل الأعراض فيها تغير؟ هل في تغير للأعراض؟ بقينا بنتكلم على إسهال وقيء ويعني الأعراض بشكل مختلفة؟ بصي حضرتك، الكورونا حتى الأولانية الموجة الأولى الكورونا كانت بتيجي أخدم كتاب الطب كله من أوله لآخره، يعني ما هياش فيروس في الجهاز التنفسي زي ما كانوا فاهمين في الأول، ما فيش جسم، ما فيش نسيج واحد من أنسجة وأعضاء الجسم مش معرض للكورونا، وبالتالي أي حاجة ممكن تمشي كورونا، يعني الأعراض الإكلينيكية واسعة جدا. هل في تغير؟ لا، مفيش تغير، لأن مفيش أوسع من كده، خلاص مفيش. إنما عدد الحالات أكيد في زيادة، والموجة الثانية أعلى كتير من الموجة الأولى في الأعداد، ده أكيد، لكن الأعراض الإكلينيكية زي ما هل ال كنا دايما نقول للأم لما حرارة الولد أو البنت ما تنزلش اجري على الدكتور، يعني الاول كنا الاول ما بيجي لهم حراره مش لازم تروحي للدكتور، في مليون طريقه، المخفضات والكمادات وحطيه تحت الدش والكلام ده كله كلنا حافظينه، لكن دلوقتي امتى تقول لها اجري على الدكتور علشان لا خوفا يكون عند الولد او البنت عندهم كورونا فنلحق من الاول؟ هو كلام حضرتك صح، انه ما فيش حد هيجازف ويقول لام تليفونيا، خصوصا ان نقابه الاطباء منع الكلام ده، لانها مش عايزه الدكاتره تقع في مشاكل ازاي تكتب علاج من غير ما تشوف المريض. يعني ففي مشكله في الجزئيه دي. الام لما الولد يسخن هي هو على فكره الكورونا كمان ممكن تيجي من غير سخونيه، لكن انا هفترض
ان الولد سخن. الطبيب لو انا جالي في المستشفى طفل سخن وعنده نزله شعبيه او التهاب رئوي، لا استطيع ان اجزم بدون تحاليل او اشعه مقطعيه ان ده كرون، وبالتالي نجيها عندي لن يغير من الامر شيء بدون التحاليل. السؤال للام بتقول ممكن يا دكتور كورونا؟ الاجابه من غير ما اعرف هي بتشتكي من ايه، الاجابه اه. ليه؟ لان الكورونا بتيجي من لا شيء الى اي حاجه في الدنيا. طب يعني وبالتالي الدكتور لما هيشوفه يا فندم هيكون فقط تؤسس او يقيم الحاله من شده الخطوره. بس انت كده بغض بتقول لي النظر تمام كانت كورونا ولا لا. تمام، بس انت كده بتقول لي ان كل طفل حرارته ترتفع مامته تاخده تعمل له تحاليل او تعمل له سكان على يعني اشعه صدر. لا انا ما قلتش كده يا فندم، انا إيه؟ بقول انه الدكتور لن يستطيع ان يجزم، ولازم يبص على الطفل عشان يحدد درجه الخطوره، ودرجه الخطوره هي اللي بتحدد اذا كان هيطلب تحاليل او سكان. يعني مش هيطلب لكل الناس، وممكن ما يطلبش في اول يوم وتالت يوم يطلب او رابع يوم بناء على الحاله مشيت ازاي. طيب في اطفال كتير ازمتك وعندهم حالات، تمام. بالذات الجيل الجديد ده، يعني احنا بنشوف اعراض صدر كثيره جدا، مشاكل صدر، ربو، اطفال كتيره جدا ماشيه ببخاخات في سن صغير، النيبلايزر موجود في بيوتنا كلنا، يعني الاطفال كتير في هذا الجيل ازمتك وعندهم مشاكل صدر، دول بقى نحميهم ازاي علشان الكورونا هنا خطر عليهم جدا؟ اهم علاج ليهم، اهم حمايه ليهم انهم يكملوا على علاجهم الصح، لان هو ده خط الدفاع الاول، اساسيته متظبطه، هو مش هيبقى مختلف كثيرا عن غيره. بطمن المجموعه ديت انه في الجائحه الاولى في نيويورك لما درسوا اول 10 اسباب من عوامل الخطوره، جت المفاجاه ان الحساسيه الصدريه ما كانتش فيهم، كانت امراض الكبد اسوأ، السمنه اسوأ، الحمل أسوأ، السن الكبير أسوأ، لكن الكورونا الحساسية الصدرية ما جاتش في أول 10 أسباب في الوفيات. فهم لو متعالجين كويس ما يقلقوش، وما يقال ليهم يقال لغيرهم. النقطة اللي كانت أثرتها بس اختلاف في المنظمات الطبية هي في استعمال النيبيولايزر. الامريكان مش عايزين الناس تستعمله، الانجليز بيقولوا يستعملوه، ففي خلاف طبي ارجيومنتس ان هو مش هتتحل. طيب دكتور دلوقتي ونحن في انتظار الفاكسين، هل والفاكسين كل الفاكسينات القادمه بتتكلم انه لا يعطى لاقل من 18 سنه، وكانت الخناقه حتى في فايزر 18 ولا 16، دلوقتي احنا بنتكلم على الفاكسين الصيني وده لسه على ما يوصل للاطفال مده طويله، يعني على بعد الاطباء وبعدين الحالات الحرجه وغيره، ده لما يجي الفاكسين اصلا. لكن انا هنا بسال حضرتك، الاطفال يعني اكيد مش هياخدوا الفاكسين، طب ياخدوا الفاكسين بتاع الانفلونزا العاديه ولا ايه؟ الحقيقه لازم ياخدوا فاكسين الانفلونزا العاديه، وحتى دكتور انتوني فاوتشي في امريكا كان منبه للموضوع ده من قبل ما الجائحه تيجي. الانفلونزا تاهت في الزحمه لان الكورونا اشد عنفا واكثر انتشارا واكثر وفياتا، مش في نسبه الوفيات، في عدد الوفيات ونسبه الوفيات كمان. فتطعيم الانفلونزا بيحميني من الانفلونزا. الانفلونزا على فكره مرض دمه تقيل، يعني مرض ممكن يموت. حضرتك احسن سنه في العشر سنين اللي فاتوا في امريكا كانت عام 2011 2012، مات 12,000 بس، ودي اعتبرت اعظم سنه. 2017 2018 في امريكا مات 61,000 من الانفلونزا. السنه اللي فاتت مات 22,000 في امريكا. طب ليه بقول امريكا؟ هي اللي بتدي بيانات موثقه، ما اقدرش اقول عندنا كم مات وكم عاش. فالانفلونزا مرض خطير، هو بس مخفف الان عشان زحمه الكورونا، لكن الحقيقه
الهاي ريسك او اللي هم شديدي الخطوره زي الاطفال تحت 5، زي الاطفال الكبار فوق 65، الحوامل، السمنه، الامراض المزمنه، امراض نقص المناعه، كل الناس دي لازم تاخد تطعيم الانفلونزا. بشكر، لكن هم مش هيقدروا ياخدوا التطعيم الجديد، يعني مش هيقدروا ياخدوا، الاطفال مش هتقدر تاخد الفاكسين الجديد، سواء فاكسين ساينوفارم او فايزر او اي فاكسين، مش هيقدروا ياخدوه. لحد دلوقتي ما كتبش انه ممكن ياخدوه، الكلام ده كله ممكن يتغير، لكن احنا في ترتيبات للاولويات مين هياخد بالظبط. هل شايف الاطفال ما هماش في الاولويه. هل شايف اي تغير مع فكره تحور الفيروس؟ شايف اي تغير حتى مش في الاطفال بس يا دكتور، في الاعراض عموما اللي بتشوفها حواليك؟ لا يا فندم، اللي بنشوفه اعداد زياده، لكن هي المرض هو. شكرا دكتور احمد البليدي، استاذ طب الاطفال بكليه طب جامعه القاهره. انا دايما بحب يكون معانا دايما اطباء للاطفال، عشان دي ده سؤال كل الامهات. طب احنا لو عرفنا نحمي نفسنا هنحمي ولادنا ازاي؟ طب العيال يعني هيفضلوا لابسين كمامه في المدرسه ولا ايه؟ طب دلوقتي بقى ممكن ان هم يقعدوا في البيت، بس هم بيزهقوا، يعني في أفكار كتيرة جدا، بالذات إن الأطفال كتير منهم أزماتك وعندهم مشاكل في الصدر. مش عارفة أقول إيه، الوقاية الوقاية الوقاية. الحالات اللي حوالينا من الكورونا صعبة، كلنا نعرف حالات صعبة. القصة ما بقاش إنه صحيح الدكاترة كتير بيقول ده بقى أخف، أنا شخصيا مش شايفاه أخف. كل الحالات اللي حواليا لناس رياضيين سنهم صغير، ما كانش تتخيل ان هم يتعبوا بالشكل ده، يا في العنايه المركزه، يا وضعهم صعب جدا وحرج، يا منتشر جدا في الرئه. انا مش بقول ده للتخويف فقط، لكن احنا كلنا لازم نكون في حاله رعب عشان نخاف على نفسنا. وبطلب من الحكومه مره اخرى ان يعني تقوم بدورها، وقد قامت به في الموجه الاولى. مش مهم نزعل الناس، المهم نحمي الناس. هذه مشاركة مسؤولية بين الدولة وبين الناس. نخرج فاصل.